السلام عليكم احبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهاركم مبارك. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد لي كورني بطريقه سهله ولذيذه بزاف. كيف ما كتشوفوا كيجيو روعه. غادي ندوز المقادير. كنحتاجو خبز تورتيلا بالحجم المتوسط، انا خديتها من كارفور، غادي نحتاجو الفرماج والحشوه على حسب كل واحد والاختيار ديالو. انا درت البطاطا المقليه قليتها وقطعتها مرصويات ودرت معها البيض والفرماج ودرت معها شويه العطريه. دابا غادي نقطع الخبز ديال التورتيلا على 4 ديال القطع، وغادي ناخذ الفرينه وندير معها شويه ديال الماء باش غادي نلصق الجوانب كيف ما كتشوفوا، يعني يجيو بحال شكل لي كورني من غير ما نحتاجو يعني لا قالب ديال الكورني ولا حتى شي حاجه. طريقه سهله وكتوجد دغيا يعني، والحشوه اختياريه، اي واحد شنو كيبغي يعني، الموجود عندك في الدار تقدري ديري به. غادي نعاود وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه، راه جد سهله. نقطعوا الخبز ديال التورتيلا على 4 ديال القطع، غادي ناخذ الجنب ونديرو فوق الجنب الاخر ونلصقهم بالفرينه اللي خلطتها مع شويه ديال الماء باش تلصقنا مزيان. غادي نستمر على هذه الطريقه تنساليهم كاملين كيف ما كتشوفوا، ونبدا باش نعمر الحشوه بالولا اللي بديت بهم هما الاولين. غادي ندير الحشوه ديالي ونزيد فوق منها الفرماج، نزيد نعمر الحشوه ونعمر هذاك الفم ديال الكورني، ندير فيه الطحين اللي درته مع الماء باش يلصق لي، وغادي نسدهم هكا كما كتشوفوا، نزيرهم مزيان باش ما كيتحلوش من يطيبوا، حيت راني دايره في الحشوه دايره البيض، على البيض ملي كيكون خضر وكيطيب غادي يتنفخ. بنفس الطريقة كنبقى نكمل كل شيء اللي كورني، كنسد مزيان، نحاول أنني نسدهم مزيان، وغادي نبقى مستمر على هاد الطريقة هادي حتى كنكمل كل شيء اللي كورني ديالي كيف ما كتشوفوا. غادي ندخلهم الفران، هما كيجيو على هاد الطريقه هادي، كيجيو لذاذ ومقرمشين زوينين، راهم باقيين سخونين، شفتهم بالفران باقيين سخونين، ما كياخذوش الوقت بزاف باش انك توجدهم، راه في الساع. الطبسيلا هذا غادي ندير فيه لاصوص اللي كتكون موالمه مع هاد لي كورني مالحين،
غادي ناخد واحد شويه ديال زيت الزيتون ونحك فيها واحد شويه ديال الزعتر نخلطهم مزيان. هذاك البصل اللي درت فيه الصوص اللي كتكون مرافقه لليكوني صوص حاره. كما قلت لكم ناخذ زيت الزيتون وغادي ندير واحد شويه ديال الزعتر وغادي نسقي واحد شويه بهم لي كورني ديالي كيجيو لذاذين مع الزعتر وكلشي كيعطي واحد النسمه زوينه. صراحه كيجيو لذاذ بزاف، نتمنى انهم كم تجربوهم وما كياخذوش الوقت بزاف، في الساعه كيوجدوا. كنحاول انني نوجد معكم يعني حويجات اللي كيكونوا ساهلين وبطريقه بسيطه وبمكونات يعني حتى هما غير مكلفه. نتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم وواحد تعليق وتشاركوا في القناة، واللي دخل جديد مرحبا به، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، ونهاركم مبارك والسلام عليكم.